أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مع مونديال قطر أحداث وعبر. نحن اليوم مع الحلقة الأخيرة، وكنا قبلها نتحدث عن مجموعة من العبر العامة التي أوحى لنا بها الأداء المتميز للمنتخب المغربي. العبرة الخامسة: حقد الغرب. يحاول الغرب ذو الوجه الكريه المشوه أن يقدم نفسه على أنه صاحب الحضارة الزاهية الرفيعة، وأنه هو المنقذ للحياة البشرية وللعالم، وينظر لنا نظرة دونية ويحقد على ديننا وحضارتنا. وقد أشعل ضدنا عشرات من الحروب المدمرة، ودقنا من استعماره لنا كل الويلات. وآخر ميدان احتكره لنفسه هو الرياضات المختلفة، وعلى رأسها كرة القدم. وقد استطاع المنتخب المغربي بفضل الله وحسن توفيقه أن يغير الموازين، وقاد البؤساء والمنتخبات المقهورة ضد غطرسة الغرب وصفقانه ضد غطرسة الغرب التي لمسناها عندما شبهت قناة دانماركية اللاعبين المغاربة وهم يقفزون فرحا بانتصارهم بالقردة، ونسبهم الألمان في تدخل آخر إلى داعش لما رأوا مسحتهم الدينية. ونحن الآن نقول بملء أفواهنا إن هذا الغرب لم يعد قدوة لنا، ولم نعد ننظر إليه نظرة بهار وإعجاب. إن زمن رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وسلام موسى قد ولى، ولم يعد الغرب ناطقا باسم الإنسانية، بعد أن اكتشفنا أن هذا الغرب التعس يحكمه الشواذ الذين يسعون لقلب منطق البشرية. ومن الطبيعي أن لا يمنحوا الفرصة لمستضعف العالم ممن يناهضون شدود الجنس والسياسة والاقتصاد. إنهم يعتبرون أن دورنا في المحافل الدولية لا يتجاوز حدود تأثيث المشهد. إن ماكينة الشواذ أدخلت سكان العالم في التيه، حيث تكسرت المعايير الأخلاقية، وصارت المخلوقات البشرية لا تعرف حدود انتماءاتها الفاصلة بين الإنسان والحيوان. وقد أفلحت دولة قطر الشقيقة في إيقافهم عند حدهم، وبانتصار المغرب على منتخباتهم المزهوة المغرورة كسر أنوفهم وأذل كبرياءهم، إن كانت لهم كبرياء أصلا. وبمحاولتهم إرغامنا على أكل ما حرم الله من خنزير وحشرات وديدان، يكونون قد وصلوا إلى مستوى من الهوس والحمق لم يعد ممكنا تحملهما. وعلى عكسهم فنحن لدينا ما نقدمه للعالم. إن المستضعفين من سكان الأرض ينتظرون من ينقذهم من هذه الموجة الدوابية الجارفة
التي تحاد الله ورسوله، ولا يوجد اليوم من يملك المخزون الأخلاقي الفاعل والقادر على الصمود أمام عنف الدوابية والبهيمية سوى المسلمين. إن البشرية تنتظركم أيها المسلمون. العبرة السادسة والأخيرة، أصل الآن قبل الختام إلى آخر عبرة عامة تهم بلدي العزيز الطيب، وهي أن ما حصل في الكرة يجب أن يحصل في كل ميادين الحياة عندنا. يجب أن نقوم بثورة حقيقية من أجل التنمية والنهوض والإنقاذ، ويحتاج ذلك إلى أمور أهمها: أولا، تعزيز الثقة ومنح الفرصة لأولاد البلاد في مجالات الاقتصاد والسياسة والبحث العلمي والتنمية بكافة أشكالها. إن لدينا نسخا كثيرة من عطية الله وبانون وبخلال وإلى آخره تتوفر على مؤهلات مرجعية علمية وتقنية عملية في مجال تخصصها، كما أنها وطنية وجدية ونزيهة ونظيفة اليد. ثانيا، الضرب بيد من حديد على كل اللصوص الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أكلوا ثروات البلاد وخربوا مرافقه وشعارهم الدائم هل من مزيد. ثالثا، نحن في حاجة إلى أمثال ياسين بونو ليحرسوا ثروات البلاد كما حرس مرمى المنتخب، وبذلك تكون ثروة المغرب في يد أمينة متوضئة فتنمى وتزيد ولا تسرق. وأتحدث هنا عن كل ثرواتنا مادية أو غير مادية، كما نحتاج إلى أمثال يوسف النصيري ليسدد الأهداف في مرمى الخصوم الذين يحتقروننا ويستعبدوننا ويريدوننا أن نكون لهم خدمة. إن بلادنا معشر السادة والسيدات غنية برجالها ونسائها وبعقول وسواعد أبنائها وبما وهب الله لنا من موارد وخيرات، لو استغلت بذكاء واستثمرت كما يجب لعاش المواطنون كلهم في رغد. الأمر يحتاج إلى وقفة، إلى انتفاضة لتغيير العقليات ومقاومة الفساد، وذلك هو الأساس. وصدق الله العظيم إذ يقول جل شأنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحيث يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكر الله صنيعكم سيداتي سادتي، وتقبل متابعتكم لهذه الحلقات المتواضعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.